السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أعزائي التلاميذ وعزيزات التلميذات، أرحب بكم في حصة جديدة من حصص التعليم عن بعد. إذن أعزائي التلاميذ، اليوم إن شاء الله سوف نتعرف على درس جديد في التربية الإسلامية، مدخل الاقتداء، الموضوع يتم الرسول صلى الله عليه وسلم وكفالته. إذن موضوع درسنا هو، قبل أن نبدأ حصة جديدة لابد أن نتذكر ما تعرفنا عليه في الحصص السابقة من التربية الإسلامية. إذن أعزائي التلاميذ، من هو ربنا؟ من هو ربنا؟ إذن ربنا هو الله سبحانه وتعالى. ربنا هو الله سبحانه وتعالى. ومن هو رسولنا؟ من هو رسولنا؟ رسولنا هو محمد صلى الله عليه وسلم. رسولنا هو محمد صلى الله عليه وسلم. وكيف أناجي ربي؟ كيف أناجي ربي؟ أناجي ربي بقراءة القرآن. وماذا قال الله سبحانه وتعالى عن اليتيم في سورة الضحى؟ فأما اليتيم فلا تقهر، فأما اليتيم فلا تقهر. إذن أعزائي التلاميذ، سوف أقوم بقراءة هذه الوضعية، تابعوا معي. بعد أن أكمل خالد فقرته، تقدمت زينب ثم أخذت تقرأ. توفي والد النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بطن أمه، ثم توفيت أمه فأحاطه الله تعالى برعايته، إذ كفله جده عبد المطلب، ثم عمه أبو طالب، وكان كل منهما يعطف عليه ويعتني به. سوف أعيد قراءة الوضعية مرة أخرى. بعد أن أكمل خالد فقرته، تقدمت زينب ثم أخذت تقرأ. توفي والد النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بطن أمه، ثم توفيت أمه فأحاطه الله تعالى برعايته، إذ كفله جده عبد المطلب، ثم عمه أبو طالب، وكان كل منهما يعطف عليه ويعتني به. أعزائي التلاميذ، متى توفي والد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ متى توفي؟ من خلال الوضعية التي سمعتكم إياها، نعم، توفي والد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ما يزال في بطن أمه. توفي والد الرسول وهو ما يزال في بطن أمه. ومتى توفيت والدته؟ متى توفيت والدته؟ توفيت والدة الرسول وهو ما يزال صغيرا في سن 6 سنوات. إذن توفي والده وهو ما زال في بطن أمه، وتوفيت أمه وهو طفل ذو 6 سنوات. ومن كفل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أمه؟ من كفل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أمه؟ كفله جده عبد المطلب.
كفله جده عبد المطلب، ثم بعد ذلك كفله عمه أبو طالب، ثم بعد ذلك كفله عمه أبو طالب. وكيف كان يعامله كل من جده وعمه؟ كانوا يعتنون به ويهتمون به. نعم جيد، أحسنتم أعزائي التلاميذ. لاحظوا معي هذا النشاط يوجد لديكم في الكتاب المدرسي الصفحة 66، وكذلك بالنسبة للوضعية التي سمعتكم إياها. إذن نشاط رقم 3، أنجزوا. ألون البطاقة المناسبة للعبارة. كفل النبي صلى الله عليه وسلم حليمة السعدية، جده عبد المطلب، دار الأيتام، عمه أبو طالب. حليمة السعدية هل هي التي كفلت الرسول؟ لا، حليمة السعدية هي مرضعة الرسول صلى الله عليه وسلم. جده عبد المطلب، نعم جده عبد المطلب هو الذي كفله. دار الأيتام، في ذلك الزمان لم يكن هناك شيء اسمه دار الأيتام. عمه أبو طالب، نعم بعد وفاة الجد عبد المطلب قام عمه أبو طالب بكفالة الرسول صلى الله عليه وسلم. رابعا استثمر، توفي جدك وبقيت جدتك وحيدة، ماذا تقترح عليها؟ اختار العبارة المناسبة مما يلي وأكتبها. لديكم 3 عبارات هنا. إذن أقترح أن تعيش وحيدة في بيتها في دار المسنين معنا في البيت. لقد قدر الله جدك توفي وبقيت جدتك وحيدة، ماذا تقترح عليها أن تفعل؟ هل تقترح أن تعيش وحيدة في بيتها أم في دار المسنين أم تعيش معكم في بيتكم؟ إذن اكتبوا الإجابة التي ترونها مناسبة في مكان النقاط. إذن أعزائي التلاميذ، كخلاصة لدرسنا اليوم، الرسول صلى الله عليه وسلم عاش يتيما، وقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة الضحى: فأما اليتيم فلا تقهر. إذن وكما شرحت لكم في السابق معاني الآيات، الله سبحانه وتعالى يوصي الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يعتني باليتيم وألا يقهره سواء من كلام أو فعل. إذن اليتيم يجب علينا أن نعتني به جيدا وألا نقهره بالكلام السيء ولا بالفعل السيء. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم عاش يتيما، توفي والده وهو ما زال في بطن أمه، ثم توفيت أمه وهو طفل ذو 6 سنوات، فكفله جده عبد المطلب. وعندما كان جده على وشك أن يموت أوصى ابنه أبو طالب بأن يقوم برعاية الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان عمه يحبه كثيرا، وكان يدافع عنه من المشركين، إذن حصتنا اليوم أعزائي التلاميذ انتهت. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.